وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فما بالكم بمن إذا قيل له قال رسول الله قال قال فلان وفلان من العلماء؟ أبعد وأبعد. إذا كان أبو بكر وعمر الموفقان للصواب لا يحتج بقولهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فكيف بغيرهما؟ بل إنهما هما رضي الله عنهما لا يرضيان أن أحدا يحتج بقولهما على قول الرسول، وحينئذ يكون قولهما غير وارد، يكون قولهما غير وارد أصلا. أما فهمت النقطة هذه؟ يعني نقول لمن احتج علينا بقول عالم من العلماء أو خليفة من الخلفاء على قول الرسول، نقول هذا غير وارد أصلا، لأن هذا الذي احتجت بقوله لا يرى أن قوله يعارض به قول الرسول. هم بأنفسهم يقولون إما بقلوبهم أو بألسنتهم يقولون إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به واضربوا بقولي أرى الحائط، ومن ثم صاروا أئمة، صاروا أئمة لهذا السبب، لأنهم عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا أنه لا مجال لهم أمام كتاب الله وسنة رسوله، فلما عرفوا أنفسهم وتواضعوا لله، نعم، رفعهم الله وصاروا أئمة بهذا.